ومن استيقن الذين اوتوا الكتاب هم المؤمنون وليقول استيقن الذين اوتوا الكتاب وزاد الذين امنوا ايمانا ولا تاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا فذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل اذا اضلنا لا يهدى للكفر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم ويتاخر كل نفس بما كسبت رهينهم اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر قال لم نكن من المصلين ولم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره مواضيع فانهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منها ان يؤتى صفا منشرا قلا بل لا يخافون الآخرة قلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر سمع الله لمن